Elle est particulièrement caractérisée par l'engagement de tout le corps professoral et la mobilisation de l'administration pour rendre les choses commodes. Et puis, bon, c'est marqué par la sérénité et l'exigence académique nécessaire, avec bien évidemment la prise en considération de la réalité du terrain. أجواء جد متميزة ونحن في اليوم الأول من مباراة الشفاويل الولوج مسلك التربية تخصص تاريخ وجغرافيا بكلية علوم التربية. بطبيعة الحال كنا جد سعداء باستقبال الشباب من مختلف مدن المغربية كلهم طموح وتواقين الولوج المهن التربية والتكوين من خلال هذه الإجازة اللي تعتبر فرصة للشباب المغربي، واللي كنشكر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة اللي فتحات هذه الفرصة للشباب من أجل يعني تخصص في التربية. نتواجد اليوم في كلية علوم التربية ونحن بصدد تهيئ الامتحانات للمباراة. أجواء مميزة لأن جل الطلبة حاضرين، كوننا لجينات مع فرع شعبة الفرنسية، هاد الطلبة اللي غادي يتقدموا هاد العام غادي يتخصصوا في التعليم الثانوي. العمل سيستغرق 3 أيام ونحن فرحين لأن زدنا من أجواء الكورونا والحضور قائم بذاته، وكما ترون في القاعات مملوءة بالطلبة وكاين تجاوب الأساتذة مع الطلبة ديالهم. ولا شكرا. أجواء الامتحان هنا داز مزيانة، يعني عادي، ما يعني ما لقينا حتى شي مشاكل في الدخول من الباب ديال الكلية، يعني كل شيء داز في تنظيم مزيان، وحتى في قاعات الشفوي حتى هما داز فيهم يعني كل شيء مزيان بالتنظيم وباحترام ديال ترتيب اللائحة، وداز الشفوي مزيان، و يعني كل شيء داز مزيان الحمد لله.